أكد المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال مشاركته في اجتماع وزراء البلديات لدول مجلس التعاون، أكد أن الاجتماع يستكمل الخطوات نحو تحقيق العمل البلدي المستدام وما يمكن أن يحققه من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل، حيث تناول الاجتماع موضوعات متعلقة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك وبقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي وتداعيات جائحة كورونا وجهود البلديات وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون. وبين خلف أهمية العمل الخليجي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية الموحدة، موضحا أن البحرين ستساهم في إعداد دليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن مع المحافظة على الهوية الخليجية وبما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا وقد ناقش الاجتماع تبني إعداد دراسة حول إمكانية تطبيق مكونات المدن الذكية وأثرها على الدول الأعضاء وإصدار مؤشر جودة الحياة الخاص بدول مجلس التعاون، إضافة إلى تحديث دليل المرافق العامة لدول المجلس. وأوصى الاجتماع بأهمية تفعيل دور مشاركة المجتمع في الرقابة والتفتيش باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ودعم الابتكار والإبداع وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال العمل البلدي. وخلال الاجتماع تم إقرار رفع التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني لدول مجلس التعاون إلى مقام المجلس الأعلى للاعتماد وتحديد موضوع جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي للدورة القادمة تحت مسمى أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير.